للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي السوري صالح فاضل. مرحبا بك أستاذ صالح. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. أستاذ صالح، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن مهمة القوات الروسية لم تنتهي بعد في سوريا ولن تنسحب. كيف تقرأ خريطة انتشار القوات الروسية؟ الحقيقة أنها لم تنسحب، هذا كلام يعني فيه من المبالغة الكبير من هذا الوزير، لكنها لم تنسحب الآن، في المستقبل المنظور هذا صحيح، حتى تنتهي الترتيبات الأمريكية الروسية، لأن هناك ترتيبات لمناطق النفوذ بين روسيا وأمريكا، وهذه في طريقها إلى الحل. أرى أن المسألة السورية، الترتيبات النهائية لحل القضية السورية، بدأت تسير بشكل متسارع، وخاصة بعد الضربات الإسرائيلية للنفوذ أو للقواعد الإيرانية في سوريا. يبدو أن المسألة السورية في طريقها إلى الحل، والتفاهمات بين المجتمع الدولي وحتى بين الفصائل المعارضة السورية أو بعض منها. القوات الروسية تتوسع وتنتشر في كل من ريفي دمشق وكذلك حمص، لماذا يصنف البعض هذا الانتشار على أنه احتلال، في حين أن مخرجات أستانا تنص على وجود قوات لتنفيذ اتفاق خفض التصعيد؟ نعم، حقيقة أن أستانا نفسها هي لترتيب مناطق نفوذ المحتل الروسي والمحتل الإيراني، لا تعني أن هذه المؤتمرات تضفي شرعية على التواجد الأجنبي في سوريا. اليوم مناطق الخفض التصعيد هي لترتيب مناطق النفوذ بين الدول المتواجدة بين سوريا، وليس للانسحاب. ولذلك عملية انسحاب المستعمر الروسي والمحتل الإيراني لابد من عمل عسكري ثوري إن شاء الله ستقوده مجاهدو الثورة السورية مستقبلا، وستكون هناك ترتيبات لحرب طويلة الأمد لإخراج المستعمر إن لم يخرج سياسيا. نعم، المبعوث الروسي صرح أن إيران وميليشيات إيران ضمن القوات الأجنبية الواجب انسحابها من سوريا، كيف تقرأ هذا التصريح؟ الحقيقة وقد حدثنا أكثر من مرة وعبر قنوات فضائية متعددة ومنها قناتكم، أن هناك خلاف تحت الرماد بين الإيرانيين والروس. تعلم أخي الكريم أن الميليشيات الإيرانية بقيادة فيلق القدس وسليماني هذا المجرم وصل عددهم إلى 70,000 مقاتل تتمركز حول مطار دمشق الدولي ومطار حلب وأكاديمية الأسد للعلوم العسكرية في مدينة حلب وفي منطقة حمص وغيرها. هذا الأمر لا يمكن أن يريح الروس طبعا، ولا يريح الإسرائيليين، ولذلك الإسرائيليين حقيقة مؤخرا وبالتفاهم مع روسيا، أنا رأيي تم عملية ضرب للقواعد الإيرانية في المنطقة، أيضا بالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. أظن أن الأيام القادمة أو الأشهر القليلة القادمة ستؤدي إلى انسحابات إيرانية رغم أنوفهم وبضربات مركزة من قبل الإسرائيليين وأيضا من قبل ربما الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أدري إن يؤدي إلى تصادم روسي إيراني، ونتوقع أن يكون هناك حتى تصادم بين أطراف في جيش النظام مع الإيرانيين وربما مع الروس أيضا، لأن الجيش السوري النظامي بقايا منقسمة بين النفوذين الإيراني والروسي، والنظام السوري لا يملك من أمره شيئا. البعض يرى، البعض يقول هذه الخطوة ربما تمهد للحل السياسي، لا سيما بعد زيارة بشار الأسد لموسكو أول أمس، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ نعم، الحال السياسي هو يسير بتسارع، صحيح هذا الكلام، واستدعاء الأسد إلى سوتشي إلى روسيا كان لإبلاغه أن هناك حلول قادمة في سوريا، حلول سياسية بين الدول العظمى، فلا يجوز له أن يتدخل، وعليه فقط البصم والتوقيع. وأنا أقول لك وسنذكر هذا الكلام، أن أشهر بشار الأسد أصبحت قريبة، لأن التقاسم مناطق النفوذ طبعا بعد إخراج إيران، هذا متفق عليه بين روسيا وأمريكا وإسرائيل، أو إضعافها على الأقل، بعدها سيكون الأسد خارج سوريا، بل في مزبلة التاريخ وفي إن شاء الله في محاكمات قادمة، لأن الروس سيتخلون عنه، وهذا توافق دولي على إنهائه لأنه غير قادر. وضحت الصورة، نعتذر لضيق الوقت. أستاذ صالح فاضل المحلل السياسي السوري، شكرا جزيلا لك.